شهدت طريق خريبكا قبالة شارع عرقراقا وحي الكرم بمدينة برجيد ليلة أمس الخميس تدخلا بطوليا لأفراد الوقاية المدنية لإنقاذ قطة عالقة في وسط بالوعة. عناصر الوقاية المدنية قاموا بإنقاذ القطة التي كانت عالقة، وذلك بعد توصلهم بشكاية من طرف المواطنين. وكان عدد المواطنين قد اتصلوا بالوقاية المدنية بعدما تأكدوا أن القطة توجد لمدة ولم تستطع مغادرة البالوعة. وأعرب سكان المنطقة عن فرحتهم الشديدة بعد تجاوب عناصر الوقاية المدنية مع شكايتهم والنجاح في إنقاذ هذه القطة الصغيرة.